السلام عليكم حبيبتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحوال طيبه. عواشر مباركه مسعوده. اقتراح اليوم ان شاء الله يكون شباكيه بمذاق جديد، نعملوها ان شاء الله بالكوك، كتجي غزاله 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 ونسمه جديده. باش نحضروا الشباكيه، مكونات بسيطه، راح نحتاج نص كيلو من الدقيق الابيض او الفورس، مع 4 كاس من الكوك يكون مطحون، نص كاس 4 كاس ديال الماء الزهر مذوبين فيه شويه الزعفران، 4 كاس ديال زيت الزيتون، 4 كاس ديال زيت المائده، معلقه ديال القرفه، غنحتاجو زعفران حار او ربع دويمه ديال الزعفران، معلقه من النافع، راس معلقه من الخميره، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، نص كأس زبدة، ملعقة كبيرة من الخل، نصف خمارة كيماوية، وصفار بيضة. هادو هما المكونات اللي نحتاجو. بطبيعة الحال ما نساوش المسكة الحرة، كتبقى على حسب الذوق. طريقة بسيطة جدا، مضرب الخلاط كيفما استأنستو كيف ما اعتدتوا معايا، كل المكونات كنعملهم في الخلاط الكهربائي باش كنسهل عليا المأمورية. كيف ما كنعرفوا المشكله ديال الشباكيه ان السيدات ما كيقدوش يبقاو يدلكوا ويعركوا، فكل شيء كنعملوا في مضرب الخلاط الكهربائي. عندنا نص كيلو ديال الدقيق مع 4 كاس من زيت المائده، عندنا الماء الزهر 4 كاس مذوبين فيه 4 ضامط البنه، عفوا نظام الزعفران، واللي عندها السيده تعمل زعفران ملون عادي، 4 كاس ديال زيت الزيتون كيف ما سبق وضعت، 4 كاس من الكوك يكون مطحون بشكل جيد، نضيف صفار البيضة، ملعقه من الخل، نصف خماره كيماويه او نصف معلقه صغيره، معلقه كبيره من الحليب المجفف، راس المعلقه من الخميره المجففه، طريقه الملحه. بالنسبه للسيدات اللي ما عندكمش خميره مجففه، ممكن تعملوا القياس ديال الخميره العاديه، ولكن نعملوا القياس ديال الحميمصه يعني كميه قليله. من بعد هذا كنضيف النافع، بالنسبه لي كنخلط ما بين النافع البلدي والبستاني وحبه حلاوه، نضيفوا الزبده، الزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ بوماد، ثم كنخلط كل المكونات اللي سبق وذكرت. بالنسبه للسيده اللي كانت حابه تضيف خنيشه ديال الزهر، فيمكن لها تضيفها هنا مع العجين، كتعطي نسمه غزاله للشباكيه، سينو ممكن تعملها في العسل حتى هي كتجي رائعه جدا. وكنبقى نضيفوا الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه تكون قاصحه نوعا ما. كنا كنعرفوا القياس ديال العجينه ديال الشباكيه، ضروري ما تكونش شويه قاصحه. هذا هو القوام ديالها، نقسموها قطع متساوية، ودائما نغطيو العجينة وحنا كنخدمو بها سواء بالبلاستيك الغذائي أو بمنديل اللي كان، غير باش ما ديرش هديك لاكوت وما تقشرش لينا. تنحاولوا نبسطوها بالمدلك. اعتدتوا معايا دائما، انا كتعجبني الشباكيه تجي مبوقه من الداخل وفيها بحال الفقاعات، فالسر بسيط جدا هو ان كنبسطوا العجينه بشكل جيد جدا، وكنعملوا لها نفس طريقه الباتفويتي، يعني بحال كنعملوا مسمنه، كنبسطوها رقيقه وتنربعوها على راسها.
نفس الطريقه ديال المسمن كنديو ونجيبو وتم الجوانب تنجيبهم على بعضياتهم وكنستمروا بنفس الطريقه. واول وحده كنخدم بها هي الاولى اللي كنكون تنيت، من بعد ذلك كنبسطها بهذه الطريقه، كتجي مجعبه من الداخل ومبوقه، كتجي غزاله وكتشرب العسل بشكل ممتاز. كنبسطها رقيقه بزاف، ومن بعد ذلك تنقطع بالقطاعه ديال هي الشباكيه، سينو ممكن تقطعوها بالجراره. بالنسبه للبنات المبتدئات فسبقت وعملت لكم فيديوهات مستقله لطريقه تشبيك الشباكيه بالعرض البطيء، ونجحت مع بزاف البنات اللي كانوا اول مره كيجربوا الشباكيه وما كيعرفوش يشبكوها. يمكن لكم ترجعوا تلقاوهم في القناه، سينو نوضع لكم اسفل الفيديو نوضع لكم الروابط ديالهم. تنحاولوا نخالفوا العجينه اللي عندنا وتنقبطوها من القنيتات بجوج، ثم تنتكوها في الاخير باش كنحصلوا على وريده او شكل ديال عوينه. بنفس الطريقه كنكملوا باقي العجين اللي متوفر لينا. وضروري البنات ما نخليو الشباكيه تخشب لينا، اي بما معناه انها خاصها تبات، سواء الا عملناها بالليل الصباح هذا نقليوها، ولا عملناها في الصباح نقليوها في العشيه. كل ما تخشبات كل ما قصحت العجينه ما كديفورماش لينا الشكل ديال الوريضه في عند القلي، وكذلك كتشرب العسل بشكل ممتاز وكتجي فوندون. ممكن تعملوا الطريقه المعتاده بالجراره هكذا، فهي سهله جدا. كنبسطوا العجينه بشكل طولي بواسطه المدلك، ثم تنعملوا شرائط بواسطه الجراره. الطريقه بسيطه كذلك، تنحاولوا نلفوا على الاصابع ديالنا مباشره تنتكوها، وانا حصلنا على شكل ديال الشباكيه بطريقه مبسطه. من بعد ما كنخشبوا الشباكيه ديالنا شفتوا اللون ديالها كيتغير كيولي مارون شويه كل ما بقات مده قبل ما تقلى. بالنسبه لي كنقلي في الفخيتوز، اللي ما عندهاش ممكن تعمل الكوكوت، الكوكوت حتى هي قاعمتين وكتوزع الحراره بشكل جيد. ومن الاحسن نعملو شبكه هكذا، باش نضمنوا ان كلهم غادي يتقلاو في وقت واحد وغيحصلوا على نفس اللون، ماشي وحده تحرق لينا وحده تبقى. يعني كنحطوهم في نفس الوقت وكنقلبوهم في نفس الوقت وكنخرجوهم من الزيت في نفس الوقت، ومباشره كنوضعهم في العسل. كيف ما كنقول دائما العسل خصو يكون قابط راسو، ومن بعد ما كنضيفوا له الشباكيه فهو كيذوب اوتوماتيكمون لانها كتكون سخونه. بالنسبه لي كنعسل على دوفوا، كنعمل العسل في المره الاولى وكنسقطرها وكنخليها حتى لغد لي، وكنعمل لها عسل جديد فيه الناباج والجليكوز باش كتبقى هكا كتبري لامعه والعسل كيلصق فيها بشكل جيد. وتنزينوا على حسب الذوق، ممكن تزينوها بالزنجلان محمر كيف ما عملت انا، كيف ما يمكن لكم تزينوها بالكوك، كوك عادي او محمر، فكبتي تغابيل ونوع من التغيير. كنتمنى تجربوا الشباكيه والمذاق ديالها والريحه تجي غزاله من باب التغيير هكذا في الشباكيه. كنشكركم للمتابعه.